بعد ما بلشنا احنا هسه تمام، هسه تمام زين. راح نحكي شوي عن الأدوية المدررة. أخذنا يعني حكينا عن الأدوية المدررة وذكرنا من الأدوية. نعم، أعتذر على المقاطعة، بس سياخ خابرني تويت النت فصل عنده، بس قال لي بلغ الأستاذ. هسه عندنا الأدوية اللي راح نحكي عنها من الأدوية المدررة المهمة طبعاً واللي شائع طبعاً الاستعمال جداً، هي الأدوية المدررة يعني كعلاج ضغط رئيسي يبلشون به طبعاً الأطباء دائماً، يعني بارتفاع الضغط خصوصاً عند الشباب، يعني مو اللي عندهم يعني يعانوا من أمراض مزمنة، ينطوهم أدوية يعني مدررة للبول وبعدين يتابعون حالة المريض، يعني إذا تحسن ما راح يبلشون يقبل مباشرة بأحد الأدوية اللي هي أساسية في السيطرة أو يعني اللي تقلل من ضغط الدم. طبعا المجموعة اللي تابعة مثلا المجاميع اللي حكينا عليها المدررة بها أنواع هواية، من ضمنها ذكرنا الثيازيد طبعا يستعمل بصورة رئيسية، قلنا لمعالجة تخفيف طبعا الودمة يعني اللي يصير عندهم التباس سوائل بالجسم، وهذا طبعا ناتج عن حدوث طبعا مرض الفشل القلبي المزمن أو مرات يصير مشاكل بالتشمع الكبد او الفشل الكبدي، يصير عندهم سوائل بالجسم، فلذلك يصير عندهم احتباس. هاي السوائل راح تسبب تورم طبعا بالكاحل، القدمين، كذلك اليدين، وكذلك مرات في حالات اخرى البطن او الوجه. فينطوهم مرات واحده من انواع الادويه المدرره اللي عن طريقها تقدر نتخلص من هاي او طرح السوائل او الاحتباس السوائل داخل الجسم اللي هي مثلا الصوديوم والماء الى خارج طبعا الجسم، وتكون هاي عن طريق طبعا البول. عندنا اللوب طبعا دايركت، هاي تستخدم يعني هذا النوع طبعا قلنا رئيسيه بمعالجه الودمه الرئويه دائما اللي يصير عندهم انخفاض، يصير عندهم خلينا نقول تضيق بالنفس، مثلا يصير عندهم مرات شخص يعاني من ضيق نفس وما عنده مشاكل، ومرات مو اللي عنده سعال او عنده مثلا مشاكل بالرئه، هذه السوائل تتجمع دائر ما يدور الرئه، فلذلك الرئه ما راح يعني تقدر تاخذ حريتها بالتنفس، فلذلك تسبب لها مثلا حاله ارتباك يعني، فما راح تقدر تاخذ وضعيه التنفس او الشهيق المطلوب، كذلك الزفير، فيسبب شنو؟ ضيق نفس. هذا طبعا جايه للسوائل اللي تجي مثل ما قلت لكم قبل شويه، يا يعني اما تجي عن طريق مثلا يصير فشل بالقلب، فشل القلب دائما مرات يجي بعد ما بعد الجلطه القلبيه، لانه شنو القلب راح يتحرك، عضله القلب راح يصير بها مشاكل، فلذلك تضعف عضله القلب فتجمع السوائل وين؟ بالجسم. طبعا ياخذ يعني ينطوها كعلاجات مدرره، ومرات ينطوها كعلاجات اخرى مثلا يعني ويا العلاجات كمساعده. طبعا احنا بدنا نحكي اليوم عن الضغط، بس حتى نذكر الاستعمالات الرئيسيه حكينا شويه عن الامراض المصاحبه الاخرى اللي تسبب احتباس السوائل، ولذلك تقدر هاي الادويه اللي هي مجموعه اللوب او الثيازيد هي تقدر تطلع الصوديوم والماء اللي يسبب احتباس الجسم الى البر، فلذلك تحس المريض يعني شويه يبدي يتحسن او وضعه يعني بالنسبه لنفسه او الى اخره شويه يبدي تزول عندها الأعراض فيبدي في تحسن. طبعا هي كل علاج له أعراض جانبية أخرى مصاحبة طبعا للأعراض اللي بها يعني إيجابيات العلاج، وبي يعني ممكن أن سلبيات أخرى تأثر يعني على المريض يعني بمرور الزمن، فماكو يعني علاج يخلو من الآثار الجانبية المصاحبة له. طبعا بعض الأحيان يدمجون مثلا نوعا من الأدوية لمعالجة حالات المرضية، طبعا اللي هي طبعا خلينا نقول تقاوم استعمال كل واحد منها، فلذلك مرات اثناء الدمج يحدث طبعا انخفاض شديد بضغط الدم. ليش؟ انا استخدمت علاجين اثنيناتهم ينطوني نفس يعني الفعاليه داخل الجسم،
لذلك مرات يعني يلجؤون الاطباء الى اعطاء هذه الادويه في حالات يعني الضغط المرتفع جدا، واللي يشوفونه بي يعني ان تكون خطوره على المريض، فلذلك ينطونه دوائين اثنيناتهم ينطون نفس المفعول، كل واحد يشتغل على ميكانيزم معينه داخل الجسم. طبعا مرات بها تسبب انخفاض سريع بالتركيز، يعني خلينا نقول بلازما الدم، وطبعا هذا امر غير مرغوب به يعني، ودائما ياخذون بنظر الاعتبار عند استعمال هذه الادويه عند الكبار السن، يعني اللي يكونون عندهم ضغط مزمن او تكون عندهم امراض مزمنه اخرى، ويبدون دائما بجرعه يعني قليله، ليش؟ حتى يتجنبون التاثيرات الجانبيه لهذه الادويه. طبعا دائما مني الاطباء ينطون علاج ضغط معين، خصوصا اذا مريض ما اخذ علاج قبل، ينطونه مثلا يبدون بالجرعه مثلا نص ربع حبايه، يعني ورا فتره ساعه او اقل الساعه يقول له كمل بقيه ثلاث ارباع الحبايه، ومن هيك لا استمر على الحبايه يعني مثلا اذا صباحا او مساء. ودائما تعطى ادويه الضغط خصوصا اللي بيها تحتوي على المدررات تعطى صباحا حتى البيض شويه يرتاح، لان بالليل اثناء تعطيني السبب هي شنو؟ اضرار. فلذلك ما راح المريض يعني ياخذ راحته بالنسبه للنوم، كل شوي يعني يروح مثلا الحمام والى اخره، فلذلك دائما يعطوها الصبح على مود المريض يكون يعني صاح وما عنده مشاكل بالنسبه يعني الانخفاض او استخدام هذه الادويه طبعا المدرره. مرات يسوي مثل ما حكينا قبل عنه، يعني جماعه الثيازيدات ان هي بها مشكله، واللوب ديركس هي مشكله انخفاض تركيز البوتاسيوم، وطبعا هذا التاثير الزاد دائما مع قوه طبعا الدواء المستعمل، يعني مرات ينطون الجرعه عاليه، هو يجي بمرات 25 ملي جرام، مرات يجي يعني 12.5، يعني ينطي مثلا 160 الكوديوفانات ينطي 160 على 25، ومرات 160 على 12.5، ومرات 80 على 12.5. يعني ال 12.5 دائما قلنا هال 12.5 وال 25 الرقم اللي يكون اقل، هو هذا شنو؟ هو عباره عن يعني مدرر يعطى بصيغه طبعا تركيب دوائي حتى شنو؟ حتى يقدر يساعد على انخفاض الضغط، بالاضافه الى العلاج الرئيسي اللي هو كذلك يقلل الضغط. وقلنا احنا نستخدمه دائما في الحالات الطارئه، واللي اشخاص يعانون من ضغط مرتفع ويعني يكون مزمن يعني خارج السيطره، فلذلك دائما حتى يقلل، لا يسوي مثلا مشاكل. مرات هي المشاكل الناتجه عن الضغط هي من ضمنها امراض القلب والشرايين، وكذلك بالنسبه لل يعني جماعه الجلطه الدماغيه والسكته الدماغيه، وكذلك مشاكل الكلى، يعني هي الشغلات الرئيسيه اللي تسببها الضغط، يعني كامراض اخرى ناتجه عن ارتفاع ضغط الدم. طبعا احنا حكينا قبل شويه انه يعني البوتاسيوم دائما هاي اللي واحده من المشاكلها الرئيسيه، انه يعني تخفض لي قلنا البوتاسيوم بالدم. طبعا خطر انخفاض البوتاسيوم يزداد طبعا بصوره اكثر خطوره لدى المرضى طبعا اللي عندهم امراض قلب، ويتناولون طبعا دائما ادويه مثلا الديجاتس اللي هي ديجوكسين، طبعا دائما ينصحون بهذه الحاله انه يتناول مدررات اللي تزيد من تركيز البوتاسيوم، يعني والابتعاد طبعا دائما عن المكملات اللي تحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم. مرض يعني جماعه الكبد اللي عندهم فشل بالكبد، انخفاض البوتاسيوم طبعا يحدث بسبب هذه الادويه اللي يتناول طبعا هي اللي هي المدررات، وهذا راح يؤدي الى اختلال طبعا دماغ، وخاصه الاشخاص اللي يعانون من التشمع يعني التشمع الكبد، واللي خصوصا اللي جاي تبدا من تناول الكحول المزمن، يعني فتره طويله طبعا دائما يتناولون الكحول يصير عندهم تشمع بالكبد، يعني ورا يعني يبدا الكبد يتعب الى ان يصير به تشمع. فلذلك دائما جماعه انخفاض يعني اني على مدى اخلص المريض انه من انتفاخ دائما جماعه الكبد، يعني اختلال يعني بالكبد يصير عندهم جماعه التشمع والفشل الكبدي، دائما يصير عندهم انتفاخ منطقه البطن، يعني يصير عندهم انتفاخ كل شيء، وهذا الشيء طبعا يزعجهم. طبعا دائما السوائل هم تنحبس وانا تروح كذلك على الرئه والى اخره، فلذلك ينطوهم يعني هالادويه. هي بالاصل هو يعاني يعني من مشكله البوتاسيوم، ينطوهم هاي الادويه المدرره، فلذلك راح يصير عنده انخفاض شديد
يعني بنسبة البوتاسيوم داخل الجسم. وكذلك طبعا هاي يعني ممكن أن تسبب لي انخفاض بالمغنيسيوم، نفس الحالة الأشخاص اللي يتناولون يعني الكحول، ولذلك دائما يصير عندي خلل بنظام التوصيل طبعا القلب، كهربائية القلب أو لا غيرها، وكذلك عدم انتظام ضربات القلب أو ما يعرف يعني بنت يعني انتظام يعني اللي جاي من عمل القلب بشكل رئيسي، فلذلك القلب ما راح ينطي، ما راح تكون دقات يعني منتظمة فيه، فيصير خلل بذلك وينطونا واحدة من الأدوية اللي تسبب طبعا انتظام دقات القلب مثل الكونكور وحكينا عنه أو الأنديرال. عفوا استاذ. نعم زين استاذ، نقدر ننطي مكملات البوتاسيوم اذا صار انخفاض؟ ما احنا اما الزياده هم تفيدنا، لازم شنو يقيسون الاطباء؟ لازم يقول له روح يا ابا انت سوي له بوتاسيوم كل فتره مثلا شهر شهر ونص، يقيس نسبه البوتاسيوم داخل الجسم ويشوفه، اذا بي انخفاض ممكن ان ينطي واحده من المكملات يعني اللي تحافظ. او ممكن اني اروح على جماعه الالدكتون سبيرونالكتون طبعا اللي حشينا عنه، وهذا راح يحافظ له على نسبه البوتاسيوم بالجسم، ما راح يطلع البوتاسيوم، راح يشتغل على الصوديوم والماء داخل الجسم فقط. تمام شكرا. تمام حد عنده سؤال؟ دكتور تسمح لي؟ نعم. دكتور ايضا المدرات اللي قلل البوتاسيوم كذلك تسبب السكر مو دكتور؟ لانه ما يعطوها لاهل السكر. ليش ما يعطوها؟ انا ذكرت هاي الملاحظه. اي دكتور، لانه يسبب في خفض السكر بالدم، لذلك ما راح يكونوا مدررات. اي شنو الخطوره الجايه من عندها؟ اكو خطوره كلش قويه عشان عنها المحاضره السابقه او اللي قبلها اتذكر. من يذكر طلاب؟ لا لا انا بدي نحكي عن يعني بدنا نحكي عن المدررات. الكونكور يعني خلينا نقول هذا يعني لاين ثاني اللي هو دقات القلب اللي حكينا عنه قبل شوي، هو الاندرال. دائما يشتغل الاشخاص اللي عندهم مثلا مشكله بدقات القلب تسارع، ينطوهم الكونكور على مود شنو يقدر يضبط او انتظام دقات القلب. بس حكينا عن شغله اساسيه هي وهذا يعني وهذا الملاحظه والفقره اللي ذكرتيها. دكتور احنا قلنا أدوية البيتا ما تنطي كذلك لأصحاب أمراض السكر لأنه راح تخفي نقص السكر بالضبط بالضبط. عافية عليك، هو هذا القصد. يعني هو مريض يعاني من نقص السكر، ونقص السكر أخطر يعني انخفاض مستوى السكر بالدم عند الأشخاص المرضى، يعني أنا أشوف خطورته أكثر من ارتفاعه مباشرة، لأن انخفاضه خصوصا انخفاضه جوه الثلاثينات يعني يسبب خلينا نقول حالة إغماء كلش قوية، وممكن يسبب تلف بالدماغ لأنه ما راح يصل للدماغ وما راح يتغذى بشكل صحيح، فيسبب حالة إغماء كلش قوية. وممكن أن الشخص اللي يصاب بحالة إغماء بغيبوبة السكر يسمونه انخفاض مستوى السكر بالدم، ممكن حالته خلينا نقول أشبه بحالة يعني الصرع. شوف يعني مثلا عنده مثلا يعني حركة لا إرادية أثناء ما يوقع يسبب رجفة كلش قوية، فقدان التوازن، إغماء طبعا، وكذلك تعرق نفس الوقت. فلذلك هاي الأعراض اللي حكينا عنها قبل شوية أنه مرات الشخص يحس أنه عنده تعرق، عدم توازن الجسم، يحس يعني وجع أو ألم بالرأس، فيحس أنه بدأ عنده انخفاض ضغط عفوا السكر، خصوصا الأشخاص اللي عندهم مرض السكر، فيجي يتناول مثلا أي شيء مثلا حلو سكرات حتى يعوض وين يعني بالجسم. بس بهذه الحاله لا، هذه الحاله ممكن هاي الاعراض انه تختفي، ما يبين عند المريض خلاص. يعني هو المريض يعاني من انخفاض شديد بالسكر بس طبيعي ما راح يعاني، فهي تخفي هاي الاعراض، فبالتالي راح تسبب خطوره انه الشخص يعني انه مشكله تصير عنده تلف بالدماغ او غيره وبدون هو ما يحس اصلا. تمام طلاب؟ تمام استاذ. هسه حكينا عن النوع حكينا شوي عن اللوب، احنا حكينا عن اللازكس طلاب وبجرعتين اللي هي 40 ملي جرام كذلك يوصل لل 500 ملي جرام، ودائما قلنا احنا ننطي جماعه اللي يعانون ارتفاع ضغط الدم، وكذلك انا اشوف 80% يستخدمون الاطباء
الجماعه اللي يصير عندهم مثل ما قلت لكم احتباس سوائل بالجسم، واللي يسبب لهم طبعا اعراض تنفسيه كلش شديده، ضيق نفس كلش قوي، وكذلك التورم يعني اليدين والساقين الى اخره. فينطوهم هي جماعه اللازكس والجماعه الالدكتون حتى يخفض هذا نسبه السوائل بالجسم. وطبعا دائما يبتعدون عن جماعه اللازكس، ينطوهم لان يعني مثل ما قلت لكم شويه البوتاسيوم تنزل اللي ما راح تحافظ على مستوى البوتاسيوم بالجسم. وممكن انا يعني ما اعرف، بس مرات يعطون يعني ينطون الجماعه اللي مرضى اللي عندهم هاي المشاكل ويتابعون مثل ما قلت لكم قبل شويه تركيز البوتاسيوم بالجسم عن طريق يعني ارسال المريض للتحليل كل فتره حتى يقدر يسيطر على بوتاسيوم. من ينخفض نسبه البوتاسيوم بالجسم، هو مثل ما قلت لكم قبل انه البوتاسيوم ضروري طبعا للقلب ولا غيره والوظائف الجسم الاخرى، فلذلك نسبه انخفاضه داخل الجسم ممكن ان تاثر تاثير سلبي اخر على المريض. فلذلك دائما يلتجون على الى دواء اخر هو الالدكتون، على الاقل يحافظ لي على نسبه البوتاسيوم بالجسم، لان يعني الميكانيزمات شويه تختلف، فما راح يسبب لي نقص داخل يعني البوتاسيوم داخل الجسم. نجي على جماعه الثيازيدات اللي هي كل المشاكل من وراها اللي حكينا قبل شويه، اللي هي دائما عدوه خلينا نقول نعم للبوتاسيوم، دائما ما راح تحافظ على نسبه البوتاسيوم داخل الجسم. نعم العفو استاذ، سريع شويه بالشرح حتى ما دام لحد نكتب. تمام. هاي الادويه اللي حكينا عنها مو وقت شو اسمه حتى لا يفوتكم يعني شو هذا اليوم شويه دسمه، اللي حكينا عن جماعه الثيازيدات. احنا قلنا قبل انه جماعه الثيازيد هي المشاكل الرئيسيه هو خلينا نقول عدو للبوتاسيوم، وهذا مشكلته من يجي ما يتراهم البوتاسيوم داخل الجسم، يطرده من الجسم، يطلعه حال الصوديوم والماء والى غيره، فلذلك ممكن ان يسبب لي انخفاض بنسبه البوتاسيوم داخل الجسم. فهي واحده من المشاكل الرئيسيه، دائما طبعا يبتعدون عندي ان يخلونا حل اخر او اخير بالنسبه للجماعه اللي عندهم مضمات او عندهم اوديما اللي السبب داخل الجسم اثناء يعني اللي جايه من فشل عضله القلب، او اللي جايه من خلل بوظائف الكبد او فشل الكبد. طبعا هاي الادويه هي عملها الرئيسي تثبط اعاده امتصاص الصوديوم، وبالتالي راح تسمعوا بخروجه يعني ويا اللي يعني ياخذ الماء ويطلع وياه مثل ما حكيت لكم. تثبيط لاعاده امتصاص الصوديوم طبعا وين راح يكون؟ راح يكون طبعا منطقه النبيبيب الملتوي اللي يكون، والفعل الدواء طبعا جماعه الثيازيدات طبعا يكون من من واحد الى ساعتين. ممكن انا انطي يعني المريض هو جماعة واحده من الثيازيدات، لذلك دائما يعني يعني المراه الحامل او المريض اللي يروح مثلا يعني يشيك، خصوصا خلينا نقول النساء دائما تقول لها مثلا الطبيبه مثلا تنطيها اذا ما عندها مثلا اضرار او فد شيء، تنطيها واحده من الثيازيدات او اللازكس تقولها مثلا تدرب وبعدين تاخذ لي يعني سونار. فلذلك دائما المفعول الدوائي او التاثير الدوائي بالنسبه للثيازيدات يبدا من 1 إلى 2 ساعات، فما امكن للمريضه تبقى ساعتين بالعياده على مود يعني تتدرر على مود شنو تروح حتى تفحص السونار حتى يكون ادق. فلذلك دائما ينطوا جماعه اللازك، اللازك شويه اسرع، ممكن يعني الامبوله تشتغل ورا ربع ساعه عاد يعني، والحبايه يعني التابلت مال التلع يشتغل تقريبا نص ساعه المفعول الدوائي مالته، لذلك دائما ينطوا ربع امبوله يعني من اللازكس على مود شنو يعني تمشي الامور بشكل اسرع. حكينا انه دائما المدررات انا استخدمها يعني صباحا حتى ما تتداخل فتره النوم، وتسوي الاضطرابات طبعا، وممكن انه المريض من قد ما يعني يتوج من هاي الحاله يروح يترك يعني الدواء، وهذا الشغله يعني غير مرغوب لانه هو عنده مشاكل فضروري انه يستمر عليها. ومرات استعمل جرع مثلا قليله من ادويه الثيازيد حتى شنو اعالج ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يعني راح اعدي الى خفض الدم عن طريق شنو انه اقل نسبه الصوديوم والماء داخل الجسم. فلذلك ممكن ان يصير عندي شنو يصير عندي يعني نقصان في ضغط الدم حتى لو يكون يعني شيء
خلينا نقول ملموس، مو شرط انه ينزل يعني مدرات تنزل الضغط يعني بشكل كبير، لا ممكن انه خلينا نقول شويه السيطره على انتظام ضغط الدم، بالاضافه الى الادويه الاساسيه اللي يستخدمونها الاطباء في يعني مرض ارتفاع ضغط الدم. طبعا التاثيرات اللي هي تسببها من ضمنها يعني تركيز الصوديوم وكذلك البوتاسيوم وكذلك الجلوكوز، وايضا طبعا مرات جماعه اليوريك اسيد وجماعه الدهون يعني كوليسترول تي جي الى اخره. طبعا حكينا عن المجموعه هي هاي واللي بها طبعا الاندوباميد اللي هو واحده من العلاجات طبعا، وهذا دائما يستخدمونه مرض فشل يعني القلب البسيط او المتوسط مثلا الشده مرات يعني مو يكون جدا عالي، وكذلك يستخدمون معالجة ارتفاع ضغط الدم. طبعا هم ما راح ينصحون به كخط علاجي يعني لفترة طويلة، وما يعني مثل ما قلت لكم هو حتى درء للمشاكل اللي تحصل أثناء تناول أو الآثار الجانبية المصاحبة له. يعني عندنا مثل طويلة وما يعني مثل ما قلت لكم هو حتى درء للمشاكل اللي تحصل أثناء تناول أو الآثار الجانبية المصاحبة له. يعني عندنا مثلا الكلوروتاليدون اللي هذا دائما علاج ثاني يعني يستخدمه دائما، خلينا نقول يعني بكونه طويل المفعول العلاجي يكون مده بقاء بالجسم تكون اكثر من باقي الادويه طبعا جماعه التيازيدات، ولذلك دائما يستخدمه لمرضى الاوديما اللي حكينا عنه قبل شويه، لان تاثير الدواء داخل الجسم يكون اكثر من باقي الادويه اللي نفس الصنف من جماعه التيازيدات. يعني من استخدم هاي الادويه اللي هي طبعا ثايزيدات، انا عندي يعني لازم اخلي بالحسبان انه هذه الادويه ممكن تسبب زياده يعني في السكر، يعني سكر الدم اليوريك اسيد، ومرات الالكترولايت اللي يعني اللي موجوده داخل الجسم مثل الصوديوم، كذلك حكينا عن انخفاض البوتاسيوم. لازم يعني ابدي مثلا بجرعه عاليه، استعمال الجرعه العاليه طبعا هذا من هذه الادويه انه ممكن ان يسبب لي هاي الاعراض الجانبيه الكبيره، او اذا استعمل مثلا هذه الادويه لفتره طويله، او في حاله يعني اللي يعانون مثلا مشاكل كلى او فشل كلوي يعني هم يعانون من هاي الشغلات يعني تصاحبهم، ودائما يستبعدون او يعني يستخدمونها بحذر بالنسبه للاشخاص اللي يعانون طبعا من يعني فشل كلى واللي عندهم مشاكل بالكلى. مرات يصاحبني ارتفاع اليوريك اسيد طبعا، وهذا طبعا هم يكون يعني ممنوع طبعا او نتجنب احنا في مرض اديسون. طبعا هذا المرض يتميز بانخفاض مستوى الكورتيزون في الجسم، وايضا طبعا تكون ممنوعه يعني هذه الادويه جماعه التعزيزات في انخفاض مستوى الصوديوم يكون مرات عندي داخل يعني الجسم، فلذلك مرات يعني استبعدها. حالة الحميض طبعا كذلك هم ممنوع يستعملون هذه الأدوية، لأن طبعا راح تسبب قلة الصفيحات وبالتالي راح تسبب لتثبيط أما مرات النخاع العظم، وكذلك يسوي مثل اليرقان، وكذلك انخفاض نسبة السكر في الدم يعني إلى آخره. طبعا احنا كل يعني دواء معين احنا لازم يعني يتابع حاله، يفترض ان تتابع حاله المريض حتى يشوف شنو الاثار الجانبيه اللي شنو ممكن ان يسببها هذه يعني الادويه، وحتى بها طبعا تاثير او اذا كانت بجرعه عاليه ممكن يعني تاثر على فتره الارضاع بالنسبه لي، يعني تسبب يسموه تثبيط الانتاج الحليب طبعا عند الام المرضع، فلذلك دائما يستبعدونها. ومن ضمنها آثار جانبية أخرى طبعا مثل غثيان التقيؤ، مرات يسبب تحسس أو اضطراب بالدهون يعني اللي بالدروفايل اللي عندنا دا يعني من يقيسوه مرات يصير عندنا مشاكل مثل الكوليسترول بالتي جي إلى آخره، حتى يتابع حالة المريض بصورة دقيقة لازم شنو أني أختار العلاج المناسب لكل حالة مرضية يعني، وأستبعد الحالات اللي يسببها العلاج أو كتأثيرات جانبية داخل الجسم.
عندنا نوع اخر هو اللوب طبعا دارس. احنا حكينا عن الطلاب بس اليوم بدنا نركز عن يعني الادويه. هاي كلها حكينا احنا المحاضره السابقه، انا اكو شغلات احنا ما حكينا عن الميكانيزم مالتها حكيناها، بس نحكي عن الادويه طبعا. طبعا هاي الادويه دائما يستخدموها بمعالجه الودمه الرئويه، يعني المنطقه اللي يصير بيها سوائل، وطبعا هاي تنتج بسبب يعني فشل البطين الايسر، ويعطوها طبعا عن طريق الوريد، تقلل طبعا من ضيق التنفس. قلت لكم يعني قبل شويه من تجمع سوائل يعني حول الرئه، فلذلك ما راح يصير عمليه التنفس كيف المريض يعاني من شنو؟ من ضيق تنفس، فلذلك دائما ينطوها وتعطى طبعا وريدين. طبعا هذه الادويه مرات يعطوها في معالجه طبعا فشل القلب المزمن. طبعا هو الفشل مثل ما قلت لكم راح تضعف عضله القلب اثناء يعني اصابه المريض وجلطه قلبيه، راح شويه يعني تتضرر عضله القلب، فما راح تشتغل يعني كسابق مثلا يعني شغلها وفعاليتها اللي كانت هي بها موجوده، ممكن انه تنزل من كفايتها بالجسم. فلذلك دائما يعني يعطون يعني ادويه شويه تقوي حاله المريض او تقوي من عضله القلب، حتى لو شيء مؤقت ما راح ترجع طبعا مثل قبل، بس ممكن انه يعني يسيطر على حاله المريض. عندنا طبعا طلاب يعني من نحكي عن الكالسيوم شانل بلوكرز، طبعا هي يعني اذا نحكي وياها يعني لوب طبعا الدايركس، ممكن ان تعالج لي مثلا الدايركس طبعا ريزنت اوديما يعني باستعمال طبعا اللوب دايركس كومبينت، ومرات دائما يستخدموها ويا من يعني ويا الترازيد. طبعا حالات الضروره طبعا نضيف هذه الادويه يعني الى الادويه الخافضه للضغط حتى يصل شنو يعني لل خلينا نقول الضغط المناسب او الطبيعي للمريض، وخصوصا حكينا انه يعني الحالات الصعبه جدا انه يصير عندهم يعني ارتفاع ضغط كلش قوي. لذلك دائما ينطون جماعه التيازيدات حتى لو بشكل مؤقت، وممكن انه ما يستمر عليه، هو اثناء استمرار عليه يعني راح يسبب المشاكل، من ضمنها قلنا انخفاض البوتاسيوم يعني داخل الجسم، وما راح يحافظ اصلا على البوتاسيوم. طبعا حكينا عن يعني انا استبعد يعني اذا مثلا اختلال وظائف الكلى او الكبد يعني الى اخره، وفي حاله طبعا قلنا حكينا عن فشل القلب، لان هذه طبعا الادويه تثبط اعاده امتصاص طبعا اللي تحصل طبعا باللوب، لذلك تعتبر منطقه اعاده امتصاص بالنسبه لهاي السوائل طبعا المحاليه مثل الصوديوم والماء تكون كبيره، فراح يمنع طبعا هذا الفعل، وراح يؤدي الى يعني الى ادرار طبعا بصوره كبيره يعني، فراح يطلع الماء والصوديوم يعني الى اخره خارج الجسم. بحاله طبعا يعني اللي عندهم فشل بالكبد وعندهم مشاكل، الادويه مثل انه حكينا انه تسبب انخفاض في البوتاسيوم، وهذا يؤدي طبعا الى اختلال الدمار طبعا الكبدي، وما ممكن انه يسبب لي اغماء. فحتى اتخلص من هذا التاثير استعمل طبعا الادويه اللي تكون يعني مناسبه لمرضى القلب، من ضمنها طبعا البوتاسيوم سبرينج طبعا ديورتكس، اي يعني تكون يعني مناسبه للجماعه اللي عندهم مشاكل بالكبد حتى ما راح تمنع لحدوث انخفاض يعني بالبوتاسيوم. الادويه طبعا هالمجموعه مرات يعني واحده من الاعراض الجانبيه يعني تسبب الطنين بالاذن او الصمم، لذلك ما يمكن أن أعطيها بجرعة مثلاً عالية جداً، وخصوصاً يعني كذلك المرضى اللي يعانون من الفشل الكلوي بالإضافة إلى حكينا عن فشل بالكبد، ممكن طبعاً تسبب لي آلام بالعضلات والعظام إلى آخره. طبعاً حالة الحمل نعم. العفو أستاذ طياب عادل، رادي عادل حجز زمن الطبيب وكلي تروح للطبيب بغداد تطلع لو فكتبت بالشات وما دا اشوفها من تشرح. دكتور بلا زحمه والله السائق راح يجي ولازم اروح لبغداد. تمام ابوي روح. ماشي شكرا دكتور. ممكن طبعا حكينا انه واحده من المشاكل اللي تسبب المشاكل بالاذن هي الطنين او الصمم، وطبعا عندنا علاج يعني علاجات اخرى
ممنوع هي بالحمل من ضمن هذا الصنف اللي حكينا عنه، يعني جماعه اللوب. السبب لواحده منهم من اعراضها النقصان في حجم الدم، وتاثيرات اخرى قد تسبب طبعا جماعه اللي يسبب عندهم مشاكل بارتفاع الكوليسترول وكذلك الدهون الثلاثيه. ومرات اكو حالات تسبب التهاب بالبنكرياس وكذلك انخفاض صوت الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، طبعا على عكس الثيازيد، وتسبب طبعا ارتفاع بالجلوكوز واليوريك اسيد. ومرات اشخاص يعانون من تشوش في الرؤيه، وطبعا ونقص مرات بالصفيحات يعني الدمويه. فجماعه اللو يعني اذا نقارنها بجماعه الثيازيدات، خلينا نقول اعراضها الجانبيه ممكن تكون يعني بعض الشيء متشابه لكن يعني مو 100%، بس هي يعني خلينا نقول بعض الشر برات اهون، او اللي يشوف الموت يقول هذا بالسخونه. اللوب طبعا دياتكس تكون لا يعني اعراضها شويه اخف من جماعه الثيازيدات. الثيازيدات طبعا يعني خلينا نقول شويه بدت تنحصر استخداماتها لتاثيراتها الجانبيه يعني الكبيره. هل عنده سؤال طلاب؟ تمام. عندنا طبعا هاي المجموعه مال الاستيرون، طبعا هاي هم حكينا عنها احنا قبل، وحكينا على واحده من اصنافها المهمه جدا اللي هي جماعه الالدكتون. مجموعه اللوب والثيازيد دكتور، يعني فقط للحوامل لو كل يعني تاثيراتها؟ لا احنا من نحكي يعني اكو شغلات ممنوعه، احنا من نحكي مثلا على اشخاص، يعني مرات يجيك شخص مريض يعني عنده حاله مثلا طارئه، احنا ممكن استخدم له اكو ادويه تسبب اعراض جانبيه للشخص المريض، بس بالحمل احنا عندنا خلينا نقول خط احمر هذا الشيء، لان يعني عنده تشوهات جنينيه تصير مشاكل للمراه الحامل او تسبب لها اجهاضات الى اخره. فلذلك هاي الادويه انا ما راح يعني ما ممكن اخاطب بها الا في حاله انقاذ يعني المريضه مثلا من الموت. مرات مثلا ينطون علاج مثلا هي حالتها كلش تعبانه، وطبعا هي اذا تؤدي الحاله الى خلينا نقول الموت يعني المريضة، فاحنا ما راح يعني الطفل احتياجه راح نفقده، فلذلك ينطونا مثلا كحل اخير يعني بالنسبه للمريضه. بس اكو شغلات احنا دائما يعني نتغاضى عنها، حتى الانتي بايوتيك يعني ما راح نعطيه مثلا المراه الحامل حتى اتجنب الاعراض الجانبيه اللي تسببها، ومن ضمنها اعراض يعني هوايه يعني تاثر على الجنينه وتاثر على المراه الحامل هي نفسها. الاعراض الجانبيه بالنسبه للوب والثيازيد لا للكل بها اعراض جانبيه، بس المراه الحامل خلينا نقول تكاد تكون يعني ممنوع عليها هاي الادويه. فممكن يعني شنو حتى اقلل من هاي يعني الخطوره، ما راح انطي مثلا المراه الحامل، ابدي وياها مثلا مثل دوبا او يعني علاجات تعطى للمراه الحامل، مثلا من ضمنها المثل دوبا مثلا او الدوميت يستخدمون جرعه 250، او هذا خاص بال خلينا نقول بالادويه اللي تعطى للمراه الحامل اللي عندها ضغط حمل يسموه. فالاعراض الجانبيه لا ما تختص على بس بالنسبه للحامل، لا بالنسبه للكل طبعا، هي الحامل والمراه اللي ترضع مثلا اطفالها يعني مو رضاعه مثلا يعني صناعيه، فلذلك دائما هم شنو يستبعدون هاي بالنسبه للمراه الحامل، ويعطوها مثلا ادويه اخرى يعني اكثر امانا بالنسبه لها. حتى هي الاعراض الجانبيه لا تبدا يعني للكل، بس خطورتها على المراه الحامل تكون اكثر. تمام دكتور. حكينا نعم دكتور، قلت اللوب ديوراتكس احسن من الثيازيد، شنو السبب يعني؟ هذاك بنسبه انخفاض البوتاسيوم تكون اكثر يعني يسبب لهاي وحده، ثاني شيء سرعه تاثيره وامتصاصها داخل الجسم تكون اعلى. مثلا انا دائما جماعه السونارات اللي يروح يسوي مثلا السونار يقول له مثلا مرات خصوصا اللي عندهم يعني بالمثانه مثلا مشاكل حتى يقيس يعني مرات يقول له تعال اشرب ماء، اشرب ماء ويقيس مثلا بالسونار حجم المثانه ايش قد يعني قطرها، ويقول له مرات يعني تكرم روح تدرر. فمرات شنو يعني شخص ما عنده ضرر دائما ينطونها، دائما ينطون جماعه اللازكس، لان تفعيلها يعني عفوا مفعولها الدوائي يكون تقريبا ورا ربع ساعه، خصوصا اذا يعني اذا تكون عن طريق الحقن وريدي يعني انبوله ورا ربع ساعه يبدا مفعولها، والحبوب مالتها لا ورا نص ساعه. هاي شغلتين تاثيرها الاخ انه تسبب لي نقص كبير بالالكترولايت داخل الجسم اللي هي الصوديوم،
البوتاسيوم وكذلك الماء، لان تعرفون انت شنو ضروري بالنسبه للجسم، فيكون التيازيدات بها هي المشكله. ودائما جماعه امراض القلب يعني انا اذا هو عنده مشاكل بالقلب وانا جاي انطي مثلا اديو مدرره حتى تنزل له مثلا سوائل اللي بجسم حتى شويه هذا الورم واللي ضيق النفس اللي يروح من جسمه، بهاي الحاله راح يطرح لي هو البوتاسيوم اللي موجود داخل الجسم. فمن يطرح لي البوتاسيوم داخل الجسم، هو البوتاسيوم ضروري طبعا للقلب، فلذلك ممكن انه حاله المريض تتازم نوعا ما فراح يصادفني مشاكل اخرى. فاني بعيدا عن هالمشاكل لازم انطي جماعه اللوب ديوركس اللي هي شويه ممكن انه تقلل من التاثيرات الجانبيه المصاحبه مثلا للادويه اللي تعطى من صنف التيازيدات. تمام تمام دكتور. زين هسه نحكي عن اليوم عن مجموعه طبعا قلنا الالدوستيرون. طبعا حكينا احنا عن الالدكتون المحاضره السابقه وقلنا مشكله احتباس الماء والصوديوم داخل الجسم هي المشكله الرئيسيه طبعا اللي تعطى مثل نسبه المدرات، بالاضافه الى الادويه اللي ممكن ان تخفض لي يعني ضغط الدم. حكينا على الدكتون ومن ضمنها قلنا حكينا عن جماعه اللي عدم تساقط بالشعر والنساء دائما مرات يستخدمون اللي عندهم مشاكل يعني ثانويه يعني ما يعني انه ما يقتصر خلينا نقول يعني كدواء هو فقط المرات يعني ادويه بالصدفه يعني خلينا نقول يعني تكتشف انه هي صنعت لمرض معين صدفه او بعدين ما راح يتابعون الباحثين او شو اسمه يشوفون انه تشتغل على شغله معينه داخل الجسم كتاثير ايجابي. طبعا ما نحكي عن التاثيرات اللي سلبيه والسايد افكت مالتها اللي صاحب الادويه، فيحكي يعني يلتجئون الى استخدامها في جانب اخر طبعا. ومثل ما قلت لكم جماعه اللي عندهم تستيرون يعني بالنسبه للمراه اللي عندها مثلا ارتفاع يعني بهرمون التستيرون الى اخره حتى يقدر يسيطرون عليه لانه يسبب لي غلق بالريسبتر اللي خاص واللي يجي من عنده يقدر يسيطر عليه التستيرون، فممكن ان يضبط لي تركيزه داخل الجسم. هاي طبعا الأدوية احنا حكينا عن واحدة من ضمنها قلنا عن الدكتور طلاب حتى لن يعني نرجع النوب نحكي عنها المحاضرة السابقة حكينا وانا ذاكر لكم اياها بالهو واللازكس، بس احنا شوية مرينا يعني مرور كرام على بعض الأدوية الأساسية حتى تستذكروها. عندنا الكالسيوم شانل بلوكرز، طبعا هاي مجموعة يعني الدوائية هاي طبعا شائعة الاستعمال وتضم طبعا مجموعه كبيره طبعا من الادويه يعني من ضمنها الدالتيازم خلينا نقول اللي هو مشهور ويعني كعلاج. طبعا اغلب هذا يعني الادويه طبعا هي عملها تكون على توسيع الاوعيه الدمويه وكذلك الشرايين ومرات الى حد بسيط او خلينا نقول نسبه قليله جدا بالنسبه للاورده. هذه الادويه طبعا تشتغل على القلب ومرات تقلل من عدد ضرباته وقوه تقلصه يعني من ضمنها الادويه اللي تمر علينا ودائما يجي السامعين اللي هي الدالتيازم. طبعا هذا يعمل بشكل اساسي على الاوعيه الدمويه والقلب، وهي طبعا المجموعه بها عده طبعا هم تاثيرات حاله حال جماعه التيازيدات وغيرها. لازم قلت لكم انه ماكو علاج يخلو من التاثيرات الجانبيه ويستخدمون مرات معالجه الحالات المرضيه الخطره التي يعني طبعا تحدث على القلب والاوعيه الدمويه. وطبعا الفائده تقول من هذه المجموعه هي منع طبعا دخول الكالسيوم الى الخليه، مثل ما قلت لكم الكالسيوم هو ضروري للشرايين فلذلك ما راح يدخل راح يسبب لي انقباض يعني بالشرايين فلذلك ممكن ان يسبب لي شنو ارتفاع ضغط الدم وكذلك يعني من راح نمنع دخول الكالسيوم الى الخليه راح يصير عندي ما راح تتقلص عندي يعني العضله لذلك راح تقلل من قوه تقلص هذه العضله فلذلك هي راح تمنع دخول الكالسيوم يعني لل شو اسمه مرات يستخدمونه يعني كعلاج مرض الذبحه الصدريه لان يعني هذه طبعا يعني الادويه تقلل من استهلاك او يعني الاكسجين داخل الجسم وبالتالي طبعا أقل ما راح ينطي كانت يعني تاج قوي بالنسبه للدم اللي يخرج من عنده
ودائما طبعا ينطون جماعة الذبحة الصدرية حتى شنو يعني ينطون حتى يقدر يسيطرون على المرضى اللي يعانون من ذبحة أو الجلطة القلبية. طبعا لها تأثيرات جانبية يعني هواية ومزعجة طبعا، وأكو بيها مثلا هي الإمساك أو، ولذلك ينصحون دائما يعني المرضى اللي يعانون أو يتناولون هاي يعني إثار السوائل أو الألياف اللي تحتوي مثلا عليها، اللي تكون مثلا خضروات أو إلى غيره مثل اللهانة أو غيرها، على مود تنشط حركة الأمعاء وما تصير هاي الحالة عندي، أو بالإضافة إلى ممارسة طبعا الرياضة. مرات تسبب لي يعني عدم انتظام دقات القلب والتباطؤ بيها يعني مو تسارع، ومرات نفس الحالة تسبب لي شغلة الأوديمة يعني اللي هي احتباس السوائل داخل الجسم. ينطوها طبعا بحذر ويا يعني ويا دواء طبعا ديجوكسين، يعني إذا جماعة الكالسيوم كان الطبيب ينطي جماعة الكالسيوم يعني كان بلوكرز، ما راح ينطي طبعا جماعة يعني الديجوكسين اللي هي تعتبر كمقوي مثلا للقلب، لأنه ممكن إنه يزيد طبعا من تأثيره وتركيزه داخل الجسم، وبالتالي راح يسبب لي انخفاض ضغط قوي أو غير مسيطر عليه. أحد عنده سؤال هنا طلاب؟ دكتور تسمح لي؟ نعم. دكتور أنت بالمحاضرة السابقة قلت تستبعد في الحالات الخطرة لأنه فعاليته بطيئة يعني ما يمنع خطورة الموت. اي صح. بس قبل شوي قلت أنه تعطي في الحالات الخطرة لشنو؟ هذا اذا اخذناه ويا ديجوكسين، ده اقصد يعني ويا دواء. آه تمام دكتور. اي اذا اخذناه ويا دواء ديجوكسين راح يتفاعل اثنيناتهم، راح يسوي تآزر، فممكن يسبب لي انخفاض يعني شديد بضغط الدم، وهذه الحاله ما اريدها يعني. حتى اذا هو خلينا نقول يعني المريض يعاني من ضغط مرتفع وانخفاضه السريع، يعني هم مشكلة يسبب له. بطيئة يعني ما يمنع خطورة الموت. اي صح. بس قبل شوي قلت إنه تعطي في الحالات الخطرة لشنو؟ هذا اذا اخذناه ويا ديجوكسين، ده اقصد يعني ويا دواء. آه تمام دكتور. اي اذا اخذناه ويا دواء ديجوكسين راح يتفاعل اثنيناتهم، راح يسوي تآزر، فممكن يسبب لي انخفاض يعني شديد بضغط الدم، وهذه الحالة ما أريدها يعني. حتى إذا هو خلينا نقول يعني المريض يعاني من ضغط مرتفع وانخفاضه السريع، يعني هم مشكلة يسبب له عدم توازن، يسبب له مشاكل. فلذلك ينصح طبعا الأطباء أن ينطون جرعة يبدين ينخفض الضغط يعني تدريجيا حتى يقدر يسيطرون عليه، بس الانخفاض السريع هم يسبب له مشكلة. فلذلك حكيت أنا على الديجوكسين لأنه ما ممكن أنا أنطي كتأثير يعني دوائي وياه مصاحب وياه على مود شنو لا يسبب لها المشكلة. تمام دكتور مشكور. العفو استاذ نور علي، نعم. وبركات نورك. وبتشاهد بتشاهد التليفون مالاتي ما حيخلص شحن. إذا يخلص شحن شنو مشكلتي والله سي. ما ادري استاذ يقول نخرج او لا، ما اعرف. ما أعرف علاقتهم بالنسبة لي. شلون؟ والغياب مسجل حضور غياب، ما اعرف استاذ. يعني هل موجود يعني بس بدي شوية اصير اسماء. تمام استاذ. العفو دكتور ممكن سؤال؟ نعم. دكتور إذا المريض تناول مدرات البول التغذية وبنفس نعم. الوقت وياها فيتامينات مثلا فيتامين دي، نعم. إحنا فيتامين دي راح إحنا معروف يزيد امتصاص الكالسيوم راح نعم. يسبب أضرار سلبية للمريض، راح يسبب شنو؟ ماذا أخيركم جنو ما سمعت. يسبب أضرار سلبية مثلا يعني تأثيرات أو تشويه للمريض. لا احنا كان عندنا مشكلة يعني هو دائما الكالسيوم والدي ثري هم خلينا نقول متصاحبين دائما، يعني واحد يزيد امتصاص الثاني زين، ودائما طبعا هو الكالسيوم يزيد من امتصاص الدي ثري بالجسم، يعني اذا مرات دائما ينطبق على شكل دي ثري كذلك يعني كومبينيشن ويا شنو ويا الكالسيوم حتى يزيد امتصاص. احنا عندنا المشكلة الرئيسية بجمع التزييدات هي مشكلة البوتاسيوم، احنا حتى ذا الكالسيوم في الكالسيوم ما راح يطلع يعني بشكل سريع مثل البوتاسيوم. فلذلك احنا
مشكلتنا الرئيسية هي بالبوتاسيوم وليس بالكالسيوم. ممكن أنه ما يسبب أعراض يعني جانبية، يقلل مرات هو يعني الدي 3 يقولون يزيد من تحسس الإنسولين داخل الجسم، فلذلك ضبط فيتامين دي 3 داخل الجسم ممكن أن يحسن من خلينا نقول مستوى السكر داخل الدم. يعني دائما الأبحاث الجديدة هسه شو تقول، يربطون الدي 3 ويا يعني ضبط السكر داخل الدم. فلذلك يقول لك الأشخاص اللي يعانون من دي 3 يعني نقص دي 3 كلش كبير ممكن معرضين أنه يصابون بمرض السكري. تمام دكتور. تمام بحس نحكي على البوتاسيوم يعني كواحد من الأعراض الجانبية، لأن هو ضروري جدا يعني للجسم. إحنا كالسيوم بحث ثاني إذا نحكي عنه للعظام وغيره وغيره بالغضاريف إلى آخره، بس أنا إذا نحكي عن البوتاسيوم لأنه هو كل اللي يعانون من أمراض قلب ممكن أن يسبب نعم. أنا عبالي يسبب يعني أمراض قصور الكلى أو هيك شيء، لأن راح يزيد من الامتصاص. ودائما جماعة أمراض قصور الكلى ينطون كالسيوم عندهم مشاكل، ينطون فوليك أسيد ينطي كالسيوم، ينطي 1 ألفا واحدة من دول شو اسمه. بس الدي 3 هو بشكل عام، دي 3 بشكل عام تأثيراته وتداخلاته الدوائية وهي غير أدوية خلينا نقول تكون معدومة، يعني هو الدي 3 خلينا نقول أساسي يعني للجسم. لذلك الأشخاص اللي يعانون دائما يعني من نقص دي 3 راح يشوفوا يعني عنده نحول، أوجاع بالعظام بالمفاصل، أوجاع بالرأس، تساقط شعر إلى آخره. فالدي 3 ضبط يعني تركيز الدي 3 داخل الجسم هو ضروري يعني جدا. صح يزيد امتصاص الكالسيوم، والعكس امتصاص الكالسيوم العفو الكالسيوم هم يزيد من امتصاص الدي 3 داخل الجسم. تمام دكتور شكرا. عندنا طلاب يعني مجموعة طبعا لو نحكي عنها الانجيوتنسين طبعا كونفيرتينج انزايم حكينا عنها قبل يعني اكثر من محاضره حكينا عنه، وهذا طبعا يكون تاثيره طبعا يعني الشهير انه هذا يثبط لي الانزيم طبعا اللي يتحول من 1 إلى 2، فلذلك ما راح يصير عندي تضيق بالاوعيه الدمويه، فلذلك الضغط ممكن ان يكون يعني مسيطر عليه داخل الجسم. احنا حتى يعني الانجيوتنسين واحد حتى امنع تحول الانجيوتنسين الثاني، وبالتالي راح امنع من تضيق الاوعيه الدمويه وراح يتوسع طبعا، وبالتالي انخفاض شنو ضغط الدم. حكينا طبعا على واحده من الادويه اللي رئيسيه اللي هي تذكروها شنو تابع الانجيوتنسين تذكروها طلاب ماذا اسمع دكتور مثل الكابتوبريل. تمام، قول اكو علاج ثاني من طلعكم اياه اللي عندي. اي تمام زين تمام. قلنا دائما طبعا ينطونه، ودائما هاي الادويه تستخدم طبعا لجماعه الامراض الكليه ومرضى السكري، وتشخص طبعا عده حالات اللي هي الحالات اللي ممكن أن يعني فيها طبعا خلينا نقول من الأدوية الرئيسية اللي يعني انطرحت يعني بالسوق واكتشفوها طبعا العلماء، وكانت تستخدم يعني على مدى واسع، بدأت طبعا تنحصر أو تقل استخداماتها. لذلك لتطور طبعا الأدوية الأخرى اللي دا تنطرح حسب السوق طبعا تنطي تأثير أقل. وكذلك حكينا عن واحدة من يعني الأسباب اللي هي كانت الصاحبة اللي هي السعال الجاف اللي ممكن أن يكون طبعاً مزعج جداً، وقلنا هو جاء من مجموعة معينة إذا تذكروها، هي مجموعة شنو الـSH اللي هي بالأخير بالأنابريل شوية شالوها المجموعة وبدأت تقل واحدة من الأعراض الجانبية لها. طبعاً هي من ضمن الأدوية اللي مستخدمة وموجودة طبعاً يعني بصورة كبيرة هي اللوزرتان فازرتان والكانديزارتان. هاي الأدوية طبعاً موجودة وتستخدم طبعا من فترات كلش طويله، ولذلك حتى تمنع لي شنو اللي هو الانجيوتنسين واحد حتى ما يتحول الانجيوتنسين اثنين ويسبب لي تضيق يعني بالشرايين، فلذلك اثناء التضيق راح يسبب لي حاله اللي هي شنو ارتفاع ضغط الدم. طبعا الاعراض الجانبيه هو مرات يصير عندي
انخفاض شديد يعني من أول جرعة أخذها، كذلك يعني مرات تسبب لي واحدة من أعراض الجانبية اللي هي يعني تضيق الشريان الكلوي، اللي خصوصا يعني لازم استبعد المرضى اللي يعانون من جماعة الفشل يعني الكلوي أو اللي عندهم مشاكل طبعا بالفشل. يستخدموا طبعا دائما يعني الأطباء بحالات طبعا ارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند يعني الشباب، لأن يعني شوية يعني خلينا نقول الشباب يعني مو معرضين إنه يكون عندهم مثلا إلا نادرا بالحالات الوراثية إنه يكون عندهم مشاكل بالكلى أو غيره، فلذلك ينطوهم لأنه على أساس إنه هو ما عنده مشاكل، دائما يبدوا له بالعلاجات اللي هي عبارة عن جيتونسين كونفيرتينج طبعا إنزيم إنهيبشن، يعني يبلشون يعني خصوصا الفئة المستهدفة هي شنية الشباب، يعني يعطوهم هاي الأدوية يعني مثل ما قلت لكم سبب تأثيرات الجانبية. هاي الأدوية طبعا كذلك هم يبدون ينطونها بجرعة يعني خلينا نقول قليلة متوسطة أو بسيطة، وبعدين تبدي تدريجي حتى لا يسبب لي انخفاض شديد بالضغط الدم، ولذلك تكون عنده حالة عدم توازن، خصوصا الجماعة اللي يعانون مثلا من ضغط الانتصابي، يعني مباشرة أنه هو يتحرك حركة مفاجئة أو يقوم أو إلى آخره، يصير عنده مشكلة مثلا عدم توازن. فهاي واحدة من الآثار الجانبية إلها طبعا، أنه شنو أنا أقلل هاي حتى أقدر أسيطر عليها، وأنه أقلل الجرعة اللي عندي، وبعدين أبدأ صعدها شويش لحد ما أوصل إلى الجرعة يعني المطلوبة من عندي. عندنا هاي المجموعة هي اللي ذكرت طبعاً جلايكوسايد اللي حكينا عنها، طبعاً هي من ضمنها اللي قبل شوية حكينا عن الديوكسين، دائماً يستخدمونها يعني بعلاج حالتين هي عدم انتظام طبعاً دقات القلب، ومرات دائماً ينطونها للمرضى اللي يعانون من الرجفة الأذينية، ارتجاف يعني بالأذين، وكذلك الأمراض اللي الفشل الكلوي، يعني أشخاص اللي يعانون من فشل كلوي أعراضها الجانبية كذلك يعني تشوش في الرؤية، ومرات صاحب يعني خلينا نقول آلام بالبطن، عدم انتظام دقات القلب، أو حدوث مثلا مرات خلل بالتوصية الكهربائية للقلب، وحالات طبعا نادرة مرات يصير عندهم أشخاص يعانون مثلا من طفح جلدي أو تقيؤ أو إسهال أو غثيان إلى آخره. الديجوكسين طبعا يساعد على تقليل ضربات طبعا البطين وزيادة قوة الضربة مالته، يعني هو دائما جينا مشاكل طبعا هو شنو انه القلب يعني يفشل بدت عضة القلب انه شنو ما راح تشتغل صفة، ما راح تضخ دم بشكل قوي، فلذلك ينطوه حتى يزيد من ضربة او يعني قوة الضربة يعني اللي تابعة طبعا للقلب، فلذلك ممكن انه اقدر اعالج هاي الحالة اللي جاية من الفشل. مرات ينطونه يؤخذ طبعا عن طريق يا اما الفم يا اما عن طريق حقن الوريد. حد عنده سؤال طلاب؟ عفوا دكتور، دكتور الانجوتنسين هو مسؤول فقط للكلى يعني؟ لا هو مو فقط، بس يعني خلينا نقول الجماعة اللي عندهم مشاكل كلى، اللي عندهم مثلا ضغط مزمن فترة طويلة، تعرفون أن السكري والضغط يأثر على أمراض يعني على الكلى بصورة أساسية، ممكن السكري يضرب يعني هو دائما حكيت لكم ممكن أنه يضرب الأنسجة الرخوة داخل الجسم، من ضمنها يضرب العين أو يضرب الكلى إلى آخره أو يضرب الشرايين، فلذلك دائما جماعة السكر اللي عندهم سكر يعني مزمن وما عدم انتظام مثلا انه هو ما ملتزم حميه غذائيه وما ماشي على ادويه معينه مثلا وسكره منتظم، من ضمنها طبعا السكر التراكمي، ممكن يسببون يعني هاي الحالات انه تسبب لي تفاقم الحاله، فلذلك يصاب بفشل كلوي، او يعني ما قبل فشل كلوي يكون حاله يعني انه الكليه شويه بدات يصير بها اعتلال نتيجة يعني يسمونه اعتلال السكري الكلية السكري، يعني جاي منين من مرض السكري، فلذلك دائما ينطون الأشخاص المؤهلين إن هم ما راح يكون عندهم مثلا مشاكل بالكلى أو يعني مشاكل أخرى مصاحبة مثلا أو القلب تحديدا،
يعطونه ما عندهم مشكله، بس اللي اشخاص اللي عندهم مشاكل بكذا شوي يستبعدونه، لان هو ممكن ان يفاقم حاله يعني الفشل اللي عندهم فيسبب لي مثلا اعراض جانبيه اخرى. تمام تمام دكتور. زين الانجيوتنسين 2 لازم دائما نعمل على تثبيط هذا الانزيم الانجيوتنسين 2 لازم. صوتي قطع، ماذا اسمع شلون؟ الانجيوتنسين 2 احنا دائما يعني نعمل على تثبيطه. يعمل على، اكتب لي، ماذا اسمع صوتك يقطع. اسمعني دكتور. اي اسمعك هسه. الانجيوتنسين 2 دائما احنا نعمل على تثبيطه. لا يعني بحالات ارتفاع الضغط فقط، يعني اذا انت شخص انت ما عندك مشكله بارتفاع الضغط، ليش تاخذ هاي الادويه اللي هي تثبط لي الانزيم انه يتحول يعني من انزيم واحد الى اثنين؟ احنا مو دائما، لا بس الحالات المرضيه فقط. يعني هو شيء يسبب لي تضيق بالشرايين، فلذلك راح يولد ضغط عالي، تمام دكتور. تصير مقاومة يعني الدم للشرايين، فيولد ضغط يعني ناتج عن نتيجة يعني الضغط المتولد داخل الشرايين. ولذلك أنا ما عندي مشكلة، ليش ما راح أخذه؟ زين دكتور، هو التحول من انجيوتنسين الى انجيوتنسين واحد هو من خلال الرنين اللي بالكليه، ايوه انز ايه ومن انجيوتنسين واحد الى انجيوتنسين 2 هو من خلال انزيم خاص يعني، عن وسط انزيم، صح؟ فهنا هنا يعني هو كل هاي العمليات تتم داخل الجسم يعني. اي بالضبط، اكيد. يعني شنو انا يعني الشخص ما ماخذ يعني ادويه او شيء، هو قاعد يتم داخل الجسم يعني. نعم، عن طريق تحفز انزيم معين داخل الجسم، فلذلك يعني الميكانيزم داخل الجسم راح يتاثر. يعني عمليه التثبيت اما عن طريق الريسبتورات اللي موجوده، اما اغلق واحده من القنوات اللي موجوده ما يصير تبادل بيناتها، او يا اما عن طريق تحويل انزيم هذا اللي هو خلينا نقول عامل مساعد انه يحول من هذا المكان، انا الزم العامل المساعد اقدر اسيطر عليه، فلذلك ما راح يستطيع تحويل. تنشيط يعني. لا، تنشيط واحد والتثبيط واحد. تمام دكتور. اي لا تعكس، اكو تثبيط وتنشيط بحت. انا يعني التثبيط انه هو شنو؟ انه امنع، انت مثلا يعني تسوي من عمل معين انا اجي امنعك تسوي، يعني ما اخليك تسوي هذا الشيء. فهو الانزيم هذا اللي اقدر اسيطر عليه حتى يمنع تحويل هذا الانجيوتنسين واحد الى اثنين، اسبب خلل بالانزيم هذا فما راح يسوي، ما راح يحول لي، فاقدر اسيطر عليه. تمام دكتور. هل عنده سؤال طلاب؟ السلام عليكم أستاذ. سلام ورحمة الله، كنت وين؟ أستاذ والله أستاذ أنا كنت قاعدة بس قبل ما تبدي المحاضرة رحت أجيب أوراق عم تسجل المحاضرة فجيت ولي.